أهلا وسهلا، أنا شريف علي، مدير قاعة الفنون بدار الكتب. هي أحد القاعات، قاعات الفنون في دار الكتب، قاعة الموسيقى وقاعة الفنون. إحنا قاعة الفنون عندنا أنشأت سنة 1950، كانت فكرة إنشائها الحقيقة للأديب الكبير توفيق الحكيم، كان بيشتغل هنا مدير عام في دار الكتب، وهو اللي فكر في فكرة إنشائها، وكانت موجودة بباب الخلق. بعد كده انتقلت سنة 1964 الأستاذ محمد أحمد أمين، كان هو رئيس دار الكتب في الوقت دوت، هو نقلها في مكان في بولاق أبو العلا. كان مبنى موجود على الكورنيش كده، ليه مبنى خاص للقاعة بس لوحدها منفصل عن دار الكتب كلها. لكن بعد كده سنة 79 الدكتور محمود الشنيطي اللي كان رئيس برضه مجلس إدارة دار الكتب نقلها هنا في المبنى الحالي اللي موجود على الكورنيش دلوقتي، في المكان اللي هو فيه دلوقتي في الدور الثالث. والحقيقه القاعه بعد كده يعني طبعا تمشيا مع الزمن الحديث كان لازم انها تتطور وتتحدث، فحصل فيها تحديث وتطوير بالشكل اللي هي موجوده عليه حاليا. والقاعه دلوقتي يعني ليها انشطه، هي طبعا اساسا هي قاعه كتب، قاعه اطلاع فيها كتب، ولكن اضفنا اليها نشاط جديد اللي هو نشاط المعارض ونشاط الثقافي، سواء ندوات او معارض او ورش عمل. حاليا احنا بنتشرف ان احنا بنعمل معرض الفنون التشكيليه للهواه، الناس الهاويه، الناس اللي هي بتحب الفن، بتحب ترسم، بتحب تعمل اعمال فنيه. فكل فتره بندعو الناس ان هي تيجي تعمل عندنا معرض، لان عندنا البهو بتاع المكان اللي هو موجود دلوقتي دوت هو ملحق بالقاعه قبل القاعه يعني. فالمكان بيسمح ان احنا بنعرض فيه لوحات، وبيلعب فيها اللوحات واعمالهم الفنيه بنبرزها يعني على اساس ما يقدروش مثلا يعرضوا في اي مكان تاني. دار الكتب بتتيح لهم الفرصه ديت ان هم ممكن يبينوا مواهبهم ويبينوا ابداعاتهم الفنيه، واحنا بنبقى متشرفين بوجودهم، وبنحاول حتى نساعدهم كمان بان احنا مثلا بنعلق لهم الحاجات او بنبروزها، بنوفر لهم كمان مكان لو عاوزين يعملوا ورش عمل في ترابيزات عندنا واسعه ممكن يشتغلوا عليها طلبه المدارس او الناس الهاويه، بتقعد تعمل يعني نشاط فني. بنوفر لهم الوان، بنوفر لهم طين اسواني، الخامات المتاحه اللي احنا بنقدر نجيبها لهم، او لو هم معاهم حاجات بيقدروا يجيبوها برضو. وبيعملوا عندهم بيعملوا النشاط بتاعهم كله في القاعه هنا في الورش. بخلاف كده في المعارض، في ندوات بنعملها برضو، ندوات فنيه يعني. ده كل ده بجانب النشاط الاساسي للقاعه اللي هو الكتب. بس طبعا يعني الكتب حاليا يمكن علشان النت كمان ما بقاش الاقبال على الكتب زي الاول، فالناس بتهتم قوي، بتحب تمارس نشاطها يعني، تحب تعمل الاعمال بنفسها، بتلاقي فيها سعاده ومتعه في الحكايه دي ان هي تعرض لوحاتها. ان في ناس كتير جدا بتعمل حاجات ما بتعرفش تعرضها، بتبقى موجوده في بيوتها ما بقاش متاح ليها انها تعرض في اي مكان بسهوله. احنا هنا في دار الكتب الحقيقه بنساعد الناس ديت على اساس انها تعرض لوحاتها وتعمل اعمالها، ويعني احنا بنبقى سعداء بيهم. كل فتره بنعمل معرض، بنعمل نشاط ثقافي، بنعمل ندوه. وهفرج حضراتكم بقى على المعرض الموجود. هو المعرض ده الحقيقه المجموعه اللي عارضه فيه حوالي 20 فنان تحت اشراف الاستاذه دميانة عياد، هي الحقيقه اللي جابت مجموعه الفنانين الممتازين دول واللي جم عرضوا حاجات عندنا وقدموها لينا هنا في المعرض. وان شاء الله هيبقى في حاجات برضو تانية يعني، مزيد من الاعمال تتعرض تاني. اللوحات هنا جميله جدا وبتقدم رساله حلوه قوي للناس. هو المعرض اتجاهات مختلفه، اولا مش المعرض مش بيتكلم عن موضوع واحد، ولكن كله باختصار بيتكلم عن حاجه، ان مصر بتحتضن كل الاتجاهات، كل الاديان، كل الحضارات. ففي ناس رسم حاجات عن المصريات، عن الفن القبطي، عن الفن الاسلامي، حتى كمان في لوحات كمان عن الفن الشعبي. فيعني مجموعه اتجاهات مختلفه بتبين ان احنا عندنا احتواء لجميع عناصر الفن المصري. انا دميانة عياد، فنانه تشكيليه من الهواه، بحثة ماجستير في ترميم الاثار. بالنسبه للفن ده هوايتي من وانا صغيره، من بدايه 5 سنين ابتديت ارسم اول لوحه من الواقع الحياه، ولغايه دلوقتي انا فاكره تفاصيلها كويس جدا، لكن للاسف طبعا يعني عمري قد ايه فضاعت، لكن الفن هوايتي وفضل معايا على مر بقى مراحلي الدراسيه. طبعا بالنسبه للفن والدراسه اللي انا بدرسها حاليا،
الاثنين ليهم علاقة وطيدة جدا ببعضهم. فأنا من خلال الفن بقدر أخدم دراستي، لأن ترميم الآثار بيحتاج توثيق بالرسم، وده كان من أمتع الأوقات يعني اللي بمارس فيها هوايتي. أما الفن اتأثر عندي بدراستي، لأني كل اللوحات اللي ببتدي أفكر فيها أو إن أنا عندي فكرة أو موضوع عايزة أجسده، بتبدأ إن أنا عايزة أعمل حاجة عن الآثار المصرية وإزاي المصر القديم استخدم تكنيك الفن بتاعه، زائد المجسمات الآثار المصرية، زائد الخامات اللي بنستخدمها في عمليات الترميم. كل ده مرتبط ببعضه جدا، وده أكتر حاجة بلاقي فيها متعة، إن الفن بيدي للترميم والترميم بيدي للفن. أنا بتشرف إني من ضمن منظمين المعرض، معرضنا بعنوان إلهام الفن، بمعنى إن الفن هو اللي بيلهمنا وبيدينا الفكرة والموضوع، وكمان بيتدخل خلال شغلنا في اللوحة أنهي خامة هتبقى مناسبة أكتر، أنهي تقنية هتخدم اللوحة أكتر أو هتخدم الموضوع أكتر. فالفن هو الأساس في الموضوع كله، إلهام الفن. طبعاً أنا بشارك معايا تقريباً 20 فنان، في منهم كتير هواة، وفي برضو منهم دارسين في كليات فنية، وأنا بتشرف بيهم كلهم فنانين مبدعين. كل واحد أبدع بطريقته وبأسلوبه وبرشته الفنية، وفي اللي أبدع بي من خلال الخيوط الملونة، يعني شغل هاند ميد، عمل بيه لوحات بورتريه وعمل بيه مناظر طبيعية. كل واحد بيبدع حسب ما الفن بيلهمه. ومن هنا ابتدى المعرض يبقى ساري جدا بأشكال وأساليب ومدارس مختلفة من اللوحات والإبداعات. أنا مشارك النهاردة في معرض إلهام الفن ببورتريه للفنان العالمي سلفادور دالي. فكرتي عامل البورتريه بتكنيك مختلف شوية، عامل دمج ما بين النحت البارز اليدوي على الخشب وبين خامة الريزن أو تسمى بخامة الإيبوكسي. عامل دمج ما بين الاثنين، هو عبارة البرتري عبارة عن نحت يدوي بارز على الخشب مع خامة الإيبوكسي، عامل دمج ما بين الاثنين، ودي فكرة مختلفة تماماً مش موجودة في مصر. أعمالي الفنية اللي قبل كده أنا في الأصل كنت بشتغل رصاص وألوان فحم وفحم وألوان خشبية، واشتغلت شويه في خامه الموزايكو، واشتغلت شويه زيت، واشتغلت شويه بكذا خامه يعني، ولكن ما لقيتش شغفي موجود في الخامات دي. فضلت اشتغل على نفسي شويه لحد ما قدرت اوصل، كان هدفي ان انا اقدر عايز اوصل لتكنيك او اقدر اوصل لاسلوب مختلف شويه يكون خاص بي، او حاجه تكون مختلفه مش موجوده في المجال الفني عموما، عايز ابتكر حاجه خاصه بي انا. من هنا ابتديت اشتغل على نفسي شويه، بدأت معايا في شغل النحت بإبره صلب، بدأتها بإبره صلب، اشتغلت بيها حبه شويه كده، عملت مكت صغير عينه، وابتديت واحده واحده اشتري خامات واشتري خشب، وابتديت ان انا انفذ الموضوع بشكل احترافي شويه. المعرض من فنانه دميانة، وكنت متحمسه جدا ان اشارك معاها، وفعلا جيت لقيت المعرض مكان جميل جدا ومعايا فنانين حلوين جدا ولوحات رائعة وأعمال فنية قمة في الجمال. أنا مشاركة بلوحة متأثرة بالفن المصري القديم، لوحة فيها حركة، فيها الجعران في حركة لطلوع الشمس، وهي رحلة صعود الشمس. اللوحة بتتكلم يعني فيها فايب إيجابي حلو قوي، فيها حركة موفمنت، فيها ألوان حيوية، فيها الجولد طبعا لون الشمس ولون الذهب. حالياً أنا متأثرة بالفن المصري القديم لأنها دراستي رسالة ماجستير تاريخ فن تبع فنون جميلة، فمتأثرة جداً بالرسومات، بالرموز، بالألوان،
بالتكوين بتاعهم. فمن خلال اللوحة دي حبيت أدمج بقى القديم بالحديث في رؤية خاصة بيا، في لوحة خاصة بيا بألواني. مشاركة في معرض إلهام الفن النهاردة، اليوم جميل يعني، والفنانين اللي مشاركين معايا جمال جدا. أنا متخرجة من كلية تربية نوعية قسم فنية جامعة القاهرة، فأنا يعني دخلت معارض كتيرة من ضمنها المعرض هنا، وكان بصراحة المعرض جميل وتنظيمه جميل، والمجموعة المشاركة من الفنانين جميلة جدا، كلهم متعاونين وكلهم يعني بيساعدوا غيرهم من الفنانين يعني من غير أي مقابل. أنا مشاركة بلوحة هي اسمها سلام مشروط. اللوحة دي لبنت هي ماسكة حمامة وحواليها سنابل من القمح، وأنا يعني اللوحة شرحها مش هيوفيها أن أنتوا تشوفوها يعني أو كده، بس هي بتتكلم عن أن الواحد يعدي بمعاناة معينة أو مشاكل في حياته أو أي حاجة، لحد ما في الآخر بيوصل للسلام اللي هو عايزه، أو اللي هو الهدف من الحياة أنه هو يوصل للسلام النفسي والسلام اللي هو في حياته والتعامل. فالواحد لازم بيمر بعقبات لحد ما بيوصل للنقطة دي. وتعليم الأطفال للرسم إن هم صغيرين بينمي عندهم الموهبة طبعاً، وبينمي عندهم حاجات كتيرة جداً، أفكارهم وتعبيرهم عن الذات. وطبعاً تعليم الأطفال على فكرة الرسم سهل جداً، يعني إن الطفل نفسه بيبقى مستعد إن هو ياخد الموهبة دي، ومستعد إن هو يستقبل معلومات يعني عن الرسم. بيبدأ يمسك القلم، يتعلم الخط الأول، يتعلم الكتابة، يتعلم الحاجات دي بتمشي إيده، لحد ما في الآخر بيقدر إنه يرسم بسلاسة بالقلم الرصاص بالألوان. بيحاول بعد كده في سن شوية أكبر إنه يستوعب اللون ده مختلف عن اللون ده، بيحاول يستوعب الاختلاف بين الألوان والاختلاف بين الأجسام يعني أحجامها. بالنسبة للهواية هم مش الموضوع بيبقى صعب بالنسبة لهم، بس اللي عنده هواية أصلاً من البداية بيكون عليه الموضوع سهل جداً إنه ياخد الريسك إنه هو يبدأ لوحة أو كده، مش بتبقى صعبة. وكمان بيبقى محتاج بس شوية تعليم أو شوية قوانين للوحة، النسب بتاعة الوجه مثلاً لو هو بيرسم بورتريه، المنظور أو البعد اللي هو بتاع الأشياء يعني اللي هو هيرسمها. فالحاجات دي كلها قواعد وقوانين للرسم، لو ممكن لو بحث على الانترنت او بحث في اي حتة هيعرفها.